وبركاته. متى الصلاة في المساجد في مصر؟ تعقيم وكبائن. الأوقاف تسابق الزمن لتجديد المساجد والاستعداد للعودة. أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن العمل يجري بشكل متواصل لتجديد وصيانة المساجد على مستوى الجمهورية، وذلك استغلالا لفترة غلقها واستعدادا للعودة التدريجية لجوانب الحياة بعد عطلة عيد الفطر المبارك. إقامة أول صلاة جمعة يوم 6 شوال المقبل. وأوضح طايع أنه ستقام أول صلاة جمعة يوم 6 شوال المقبل بمسجد السيدة نفيس بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي. وأضاف أن اجتماع تم مؤخرا بقيادة الوزارة لمناقشة خطة مرحلة ما بعد غلق المساجد وبحث جهود لجنة التطهير والتعقيم التي تم تشكيلها من قبل بالديوان العام وتكلفها بتشكيل وحدات مماثلة بالمديريات الإقليمية والجهات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية وتحديد مهامها ومدى ما وصلت إليه خطتها الشاملة لتطهير وتعقيم المساجد قبل انتهاء مرحلة الغلق. تخصيص 100 مليون جنيه لصيانة وفرش المساجد. وذكر أنه جرى تكليف المجموعة الوطنية للاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى وتخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش وسرعة استكمال وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة للمساجد وتجهيز 300,000 متر سجاد لإعادة فرش أكبر عدد من المساجد وذلك خلال شهر شوال الجاري. من ناحية أخرى أكدت الإدارة الهندسية بديوان عام وزارة الأوقاف انتهاء المرحلة الأولى من أعمال الصيانة بمسجد سيدي أحمد الرفاعي بالقاهرة والتي شملت تدعيم وصيانة وعزل نحو 4,000 متر مسطح من سقف المسجد وبعض أعمال الصيانة الأخرى بتكلفة تقدر بنحو 12 مليون جنيه. وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في تصريح له أن رسالة ودور ومهمة الوزارة الحقيقية هي بناء وفتح وعمارة المساجد وقراءة القرآن الكريم ونشر صحيح الدين، مبينا أن ما تم من عدد المساجد التي تم إعمارها في السنوات الست الماضية لم يحدث في تاريخ مصر. وأضاف وزير الأوقاف إننا على أمل في الله بقرب زوال هذه الغمة، وقد شرعنا من الآن في إعداد وتجهيز المساجد وصيانتها وتطبيق خطة كبرى للنظافة والتعقيم المستمر. شفاكم الله وعافاكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.